مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. أكيد كلنا تابعنا مباراة النادي الأهلي النهاردة مع سيمبا، كلنا أكيد زعلانين وكلنا غضبانين، وخلي بالكم يعني النادي الأهلي أكيد لعبته والجهاز الفني والجهاز الإداري كلنا زعلانين. لكن خلينا أقول لحضراتكم إن ساعات في مشوار كرة القدم وساعات في مشوار البطولات بتبقى في مباراة بتوجع شوية على مستوى النتيجة على مستوى الأداء، لكن الوجع ده هو اللي بيخليك تاخد البطولة. تفتكروا حضراتكم يمكن السنة اللي فاتت وفوز الأهلي بالنجمة التاسعة أو بمشوار التاسعة كان في مباراة شبيهة تقريبا في دور المجموعات مع فريق بلاتينيوم، وتعادلنا 1-1 هناك، وكان الأداء برضو مش على المستوى المطلوب، وكان في غضب كبير جدا من الجماهير على السوشيال ميديا، وكان في شحن الغضب مطلوب. الغضب ساعات بيبقى مطلوب، ولكن كمان لازم جنب الغضب ده يكون فيه هدوء، هدوء على مستوى النقد، هدوء على مستوى التقييم مش بمباراة، التقييم على مستوى البطولة. فعايز أقول لحضراتكم أكيد في بعض المشاكل النهاردة كانت في الملعب، أكيد كان النتيجة على غير المتوقع، لكن خلينا ودايما جماهير النادي الأهلي بتكون عقلانية في هذا الموضوع إن نقيم الموضوع بشكل أفضل. زي ما بقول لحضراتكم وأنا عشت الكلام ده كتير جدا، إن بيكون في مباراة بتبقى مباراة صعبة نتيجتها صعبة شوية أدائها صعب شوية، ولكن المباراة دي بتفوق فرقة وبتفوق لبطولة إن شاء الله تكون هي البطولة العاشرة للنادي الأهلي. هارد لك النهاردة لفرقتنا إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أفضل، عندنا لسه 4 مباريات في هذه المجموعة إن شاء الله بإذن الله بإرادة النادي الأهلي وعزيمة النادي الأهلي، النادي الأهلي يرجع تاني بقوة وبعزيمة لطبعا تصدر هذه المجموعة. عندنا النهاردة في البيت الكبير فقرات كتيرة، عندنا يعني كلام لسه على مباراة النادي الأهلي.